انت وش اللي تبونه؟ احنا نبي نفهم. انت كنت تدري ان ابو آسيا متزوج ام كنعان؟ اي. وليش ما قلت؟ لاني ما دريت الا عقب وفاتها بسنين وبالصدفه. انزين انت كنت تعرف قبل لك كنعان يتزوجني صح؟ يبا في سبب خلاك ما تقول؟ هذا كان طلب كنعان. شنو؟ الله، صدق الدنيا صغيرة. البنت اللي تحبها من 5 سنين تطلع بنت ريل سبيتش الله يرحمها. يبقى أنا ما بيها شيء خليك ترفض البنت. وليش أرفض؟ مو عبير كانت سبب طلاقكم؟ بعدين أنت تضايقت يوم دريت أنها بتتزوج بعدك. الحكي هذا قديم مرت عليه سنين، والبنت اللي اسمها آسيا ما لها ذنب بشيء. يعني موافق؟ إيه موافق، وبكلم عبير علشان أتكلم أم البنت. والله يكتب اللي فيه الخير. يبقى أنا ما أبي أحد يدري عن موضوع جوهر أمي، لا آسيا ولا عبير. ليش؟ كنعان خاف إنك تدرين وترددين من الزواج منه. خاف إنك تظنين إن تزوجك تعاطفا معاك بعد وفاة أبوك. سامي لحظة شوية، أنا في شيء مو منطقي قاعد يصير، أنا مو فاهمته. شنو؟ 5 سنين؟ أنا تعرفت على كنعان بالعيادة وعقبها بشهرين تزوجنا، شلون 5 سنين؟ اللي أعرفه أنا وعبير إنكم تحبون بعض من 5 سنين. هي آسيا هذا اللي قاله كنعان، أنت وكنتوا تعرفون بعض 5 سنين وعقب تزوجتوا.